اشتهر العراق منذ زمن طويل بالحرف اليدوية التي أصبحت بعد عقود من الزمان صناعة رائدة فرضت رواجها في الأسواق المحلية، فهي تعكس المهارة اليدوية التي كانت تشكل الحجر الأساس لألاقها، ومنها النجارة التي بدأت بالاندثار بسبب دخول الأثاث المستورد إلى البلاد، فوجد الحرفيون أنفسهم بين مطرقة ارتفاع كلفة ما ينتجونه وسندان انخفاض مستوى الطلب والمفاضلة التي اتسعت مساحتها أمام المستهلك العراقي. اكو مثل حضرني انه يقول باب النجار مخلع. حقيقه مهنه النجاره والحداده والمهن تعتبر التراثيه والمهمه، خاصه محافظه بابل، من المهن المهمه واللي يحتاجها المواطن بحياته اليوميه. يعني تنكسر بابه خومه يبدلها، يجي للحداد يلحمها او كذا، يريد غرفه نوم يزوج ابنه، فمهنة مهمة. فاللي لاحظ انه هاي المهنة بدأت تنقرض. والله يا اخي اغلب المصالح اللي موجودة بالسوق هي يعني مصالح اصبحت شبه معدومة، لانه اصلا طلبية صارت قليلة، شغل ماكو، المصالح تقلدت. اكثر البضائع الموجودة بالسوق هي بضائع رديئة، يعني ما طابة عن طريق سيطرة نوعية، اغلب المواد هي استهلاكية، وتجارنا ايضا هم يروحون يجيبون البضاعه الموزينه لانه رخيص، العالم الدوري الشير رخيص، فتلقى المصالح هي اصلا تعبت. المصالح ما بيها بعد جدوى، كلها مصالح شبه معدومه. اصحاب محل النجاره بمحافظه بابل طالبوا الدوله بدعمهم وتقديم بعض التسهيلات لهم لانتاج ما يضاهي اسعار البضائع المستورده وجودتها. الدولة ما قاعد تدعم النجار ولا تدعم هاي المصلحة المنتازة وتعيش عليها العوائل هاي الفقرة، خوش يعني المفروض تدعم هاي المهنة المنتازة الصناعة حتى تعيش هاي العوائل، والمستوردة ذانا حيل وصدقت السوق حيل. يعني الغرفة المستوردة ب500,000 دينار، يعني ما نقدر نشتغل بعد احنا النجارة. النجار هسه مو مثل قبل، قبل كانت الوضعية أحسن والأمور، الدولة كانت تدعم النجار، يعطوهم على بطاقة غرفة التجارة، هوية غرفة التجارة، يعطوه خشب ومعاكس، اكو دعم إله، وكانت النوعيات اللي تجي كلها درجة أولى، هسه نوعيات كلها رديئة، ودخل هذا الماليزي يعني فالنجاجير شغل النجارة قل بصورة عامة، وهذا سبب أنه يعود إلى أنه الدولة ما مهتمة بيهم، ما مهتمة بهذا القطاع. وكل الصناعات الحرفية واليدوية سقطتها من خلال المستورد. وبحسب النجارين فإن هذه المهنة أساسها الإبداع، فأنامل العامل فيها تشبه أنامل الرسام حينما يبدع لوحة فنية، لذلك يجب أن يكون لهذه الحرفة أسس وقواعد تساعد على حمايتها من الاندثار، وعلى غرفة التجارة أن تطلع بدورها في حماية الصناعة الحرفية.